هي اهلا وسهلا يا مرحب. مرحب بك يا فندم. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثة، بالله العظيم ثلاثة، السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج، حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بنت يا هاجر انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات الارسال يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا. عن اسمك؟ اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله، ادبيه واخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندينا، ربنا يحميها الشباب. والاخ سيد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابن سوكا حرص وسينه، بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي، وفيه حاجة كبيرة بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. مطرب بس أنا معرفوش وما شفتوش غير المرة إياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش شباب بقى، وإحنا هو جايين من الباب هو حضرتك. لا مشهور. الله، هو انت ما سمعتش الغنوة بتاعته اللي مكسرة الدنيا وماشية التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا غنيها لو حتى احسن افتكرنا بنميت عليه. يلا يا والد. لا 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 خلاص خلاص خلاص، ملوش لزوم. اصل اختي الانسة هاجر كانت قالت لي يعني ان الاخ سيد عنده عربية مشروع كبدة وسجق. ايوه قصده على عربية كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبلك ايه وهبابك ايه وسخماك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر، دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه. والله كباريه قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعديه. هو كباريه ايه في ايه؟ قصدي امي ولا شكر حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني حاجات اكل طزاقات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيره ده هي شكلها ايه لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر يما، اقول له مع ان هي صفرة، بس هو ما بيبقاش عارف يا عين. انت عارف الخمره دي تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم يبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات ده، هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبره؟ لا مؤدب محترم، من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هو، ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصه سعيده قوي يا حاجه، الجواز ده اسمه نصيب.
السلام عليكم يا ابو نجوان. وعليكم خير. راجعين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسه نجوان. مفيش بح. هو ايه اللي مفيش؟ ايوه طفشت طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب بحس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا مكمل الاول. ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه بالراحه. لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقه ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجه بتغلى زي الحشيش. انا ادفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس اشوف الوصل الاول. ما تهزاش شويه يا سعاده الباشا. فيش هززان ولا نيل، الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله والله انا عامل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجه زهره كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. اهو يعمر بيتك اهو. شيك اهو العلوان اهو. اديني الشيك بقى. يا سلام عليك يا ست الناني. ولا الست تمر حنه في زمانها. ايه مش عاجبكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح، ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارفه اشتغل يا اخويا ولا جاي لي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تلاقيش يا ناني، ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله، وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايل واجيب. تعالي بس استني شويه. خدي ايه دي؟ دي لا مؤاخذه ورقه طلاق، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله الله الله. ايه يا ناني؟ ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا مقصره ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. ها قلت ايه؟ الله ايه بس في